الحكومة تطالب جامعة الدول العربية بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية. المالية وجهاز الرقابة يطالبان محافظ عدن بالكشف عن مصير 30 مليار ريال. مركز اقتصادي يدعو الرئاسي والحكومة للإيفاء بوعود وقف انهيار العملة. مطالبات بتوفير الحماية للصحفيين وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوقهم للمحكمة. أهلا بكم، نشرة الخامسة من قناة بلقيس، يقدمها سالم بحمران وأنا أمل علي. قالت الحكومة إن تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها تمديد الهدنة مرتبط بما تعانيه إيران من ضغوط داخلية وأخفاق مسار المشاورات النووية، مطالبة جامعة الدول العربية بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قائمة الجماعات الإرهابية. وشدد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك في تلفزيون المملكة الأردنية على ضرورة السعي واستغلال كل الفرص لتمديد الهدنة في البلاد، مؤكدا ضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي للجلوس على طاولة المشاورات. وأشار إلى أن الوضع يتطلب دعما سياسيا كاملا للحكومة الشرعية في استعادة الدولة، وكان مجلس الدفاع الوطني قد أعلن نهاية أكتوبر الماضي تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية غداة هجماتها على مينائي الضبة والنشيمة النفطيين بمحافظتي حضرموت وشبوة. في غضون ذلك جددت الحكومة مطالبة لبنان بإغلاق قناتي المسيرة والساحات الفضائيتين التابعة لميليشيا الحوثي بعد تصنيفها جماعة إرهابية. وأوضح وزير الإعلام معمر الأرياني أنه وجه مذكرة رسمية للمرة الثانية لنظيره اللبناني زياد مكاري بشأن إغلاق القناتين اللتين تبثان أنشطة عدائية ضد اليمن من داخل الأراضي اللبنانية. وأشار إلى أن القناتين تمارسان التحريض وتنشران الأفكار المتطرفة والطائفية وتهددان بتفكيك النسيج الاجتماعي وتضران بالعلاقات العربية وتنتهكان سيادة اليمن لصالح أجندة معادية. وأضاف الأرياني أن استمرار عمل هذه القنوات من داخل لبنان أمر مؤسف ولا ينسجم مع القوانين والمواثيق والاتفاقات والعلاقات بين البلدين، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافها. من جانبها طالبت ميليشيا الحوثي الأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل ومشترك حول قضية احتراق وغرق سفينة قبالة سواحل جيزان في البحر الأحمر كانت في طريقها إلى اليمن. واتهم وزير النقل في حكومة الميليشيا غير المعترف بها دوليا عبد الوهاب الدرة التحالف السعودي الإماراتي برفض المساعدة وعمل اللازم لإنقاذ السفينة أثناء اشتعال الحريق لمدة 9 أيام حتى غرقت. وطالب بدخول السفن إلى موانئ الحديدة دون تحويلها إلى سفن وخطوط وسيطة في إشارة إلى عمليات التفتيش التي يجريها التحالف في مينائي جدة وجيبوتي. في سياق آخر، طالبت وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة محافظ عدن والقيادي في المجلس الانتقالي أحمد لملس بالكشف عن مصير 30 مليار ريال. وكشفت مذكرات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نشرها موقع المصدر أونلاين عن تعثر مطالبات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن بالكشف عن مصير 30 مليار ريال. وأظهرت الوثائق شبهات فساد في الإيرادات والمصروفات من العهد الخاصة التي يتم التصرف فيها بالأوامر المباشرة وعبر حسابات خاصة دون أي مراجعات أو ردود على تلك المطالبات. حيث طالب وزير المالية في مذكرة محافظ عدن بإخلاء العهد المصروفة بنظر المحافظ ووفقا للقوانين التي تعتبر عدم تصفية أي عهدة بعد مرور شهر واحد على الأكثر من إنجاز الغرض الذي صرفت لأجله مخالفة تستوجب المساءلة.
دعا مركز اقتصادي مجلس القيادة والحكومة للإيفاء بالوعود والإصلاحات العاجلة لوقف تدهور العملة ووضع حد لارتفاع الأسعار المستمر. وتضمن تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي جردة حساب للوعود الاقتصادية التي أطلقها مجلس القيادة منذ تشكيله في أبريل من هذا العام وحتى سبتمبر الماضي. أكثر من نصف سنة على تأسيسه ولا يزال السؤال نفسه، أين ذهبت وعوده؟ الحديث هنا عن مجلس القيادة الرئاسي الذي مر على نشأته ما يقارب 7 أشهر دون تحقيق أي تقدم على المستوى الاقتصادي. ففي أبريل 2022 أعلن من الرياض نقل السلطة من الرئيس هادي إلى مجلس قيادة برئاسة رشاد العليمي، حيث أطلق المجلس سلسلة وعود تتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي، فضلاً عن تعهدات قطعها الرئيس العليمي للشعب اليمني بالعمل على معالجة الاختلالات التي تسببت بانهيار العملة المحلية. عدم الإيفاء بالإصلاحات الاقتصادية دفع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى إصدار نشرة تضمنت كشف حساب للوعود الاقتصادية التي صدرت من مجلس القيادة ورئيسه، وفتحت تساؤلات عن مصير الوديعة المالية التي أعلنت عنها السعودية والإمارات عقب تشكيل المجلس الرئاسي. التساؤل الأهم الآن بالنسبة لمركز الإعلام الاقتصادي، لماذا لم تدفع الرياض وأبوظبي حتى الآن وديعتهما المالية رغم إعلان البنك المركزي اليمني استيفاء الاشتراطات الإصلاحية المطلوبة في يوليو 2022؟ وهو تساؤل يشكك البعض في الحصول على إجابة واضحة له في ظل صمت المجلس والبنك عن توضيح سبب تأخر الوديعة. ما هو واضح أن المجلس الرئاسي أخفق سياسياً في تحقيق الأهداف التي أتى لأجلها، مثل توحيد القوى العسكرية المنضوية تحت سقف الشرعية، كما أنه لم ينجح حتى اللحظة في الإيفاء بالوعود التي قطعها للمواطنين بتحسين حالتهم المعيشية التي تزداد كارثية يوماً بعد يوم، وتبدو الحقيقة صادمة. لا شيء سوى خطابات رئاسية وتعهدات سعودية لم تجد طريقها لشوارع يمنية ملغمة بارتفاع الأسعار. هددت لجنة الاعتصام في محافظة المهرة باستخدام التصعيد العسكري في حال عدم استجابة القوات الأجنبية لمطالبها بالمغادرة من المحافظة. وقال القيادي محمد بركات خلال اجتماع للجنة إنهم على استعداد للدفاع عن المهرة بكل الوسائل المتاحة. من جهته أكد رئيس الدائرة السياسية في لجنة الاعتصام سعيد عفري أن اللجنة تدرس وتراقب التطورات المتسارعة ولن تسمح بانزلاق المحافظة في مربع الفوضى. هذا ومنذ نهاية العام 2017 دفعت السعودية بقوات لها إلى المهرة تحت لافتة محاربة التهريب، فيما تتحدث تقارير عن وجود قوات أمريكية وبريطانية. وللمزيد معنا من محافظة المهرة مراسلنا ياسر محمد. ياسر، إذن تهديدات، في أي إطار تأتي هذه التهديدات والتوقيت الآن من قبل لجنة اعتصام محافظة المهرة؟ نعم سالم، هذه التهديدات تأتي ضمن تحركات لجنة الاعتصام السلمي في محافظة المهرة، والتي عقدت يوم أمس اجتماعا وصف بالاستثنائي. أكدت خلاله اللجنة على تكثيف العمل التنظيمي واستكمال افتتاح فروع اللجنة في بقية المديريات، والدعوة ودعوة الجماهير للالتحام بلجنة الاعتصام والوقوف خلفها، وأيضا توعية الجماهير بحث اللجنة بمخاطر ما أشمتها قوات الاحتلال وضرورة الدفاع عن المهرة. لجنة الاعتصام أكدت يوم أمس أنها تعمل إلى جانب أبناء محافظة المهرة بكافة توجهاتهم ومكوناتهم للحفاظ على المحافظة من الفوضى والتخريب والانقسام التي تسعى بحسب اللجنة قوى ما وصفتها بالاحتلال السعودي الإماراتي إلى جر المحافظة إليها، إلى هذه الفوضى والاقتتال. أيضا تحدثت اللجنة خلال الاجتماع إلى ضرورة تكثيف العمل التنظيمي وأيضا حشد الجماهير والاستعداد
التام لأي تحركات من شأنها قد تجر المحافظة إلى أي فوضى أو صراعات قادمة. أيضا أبدت لجنة الاعتصام استعدادها العسكري أيضا للمواجهة في حال ولم تتدخل السلطات الأمنية والعسكرية في وقف أي تحركات عسكرية لأي مكونات كانت نحو المهرة نحو موانئها ومنافذها البرية والبحرية. لجنة الاعتصام بشكل دائم تؤكد دائما بأنها لن تسمح بجر المحافظة إلى أي فوضى وأنها ستقف صفا واحدا وخلفها جميع أبناء محافظة المهرة، كما تدعو جميع أبناء اليمن للوقوف للحفاظ على مكتسبات الجمهورية اليمنية وأيضا الوحدة اليمنية الوطنية. نعم، فيما يتعلق بالسلطة المحلية كيف تتعامل مع هذا الحراك الآن الذي يقوم به أو تقوم به لجنة اعتصام محافظة المهرة، خاصة أنها يعني أشارت إلى موضوع التصعيد وهناك يعني تصريح أنه تصعيد عسكري ربما؟ لجنة الاعتصام تتحدث عن تصعيد عسكري استثنائي في حال ولم تتدخل السلطات المحلية بشقها العسكري والأمني في أي تحركات أمام أي تحركات قادمة قد تحدث خلال الأيام القادمة في كما كانت. بالإضافة إلى أن السلطة المحلية دائما باللجنة الأمنية والعسكرية دائما ما تؤكد على أنها تسمح بالمظاهرات أو الاحتجاجات الجماهيرية السلمية، لكنها باعتقادي لن تسمح بأي تحركات عسكرية أو تصعيد عسكري من أي طرف كان. شكرا جزيلا لك مراسلنا ياسر محمد، كنت معنا من محافظة المهرة. عاد محافظ سقطرى رأفة الثقلي إلى الأرخبيل بعد زيارة إلى الإمارات تعد الأولى له منذ تعيينه محافظا لها في يوليو الماضي. وأوضحت مصادر أن الثقلي التقى خلال زيارته التي استمرت أسبوعا مسؤولين إماراتيين بالتزامن مع تصاعد تحركات أبوظبي في الجزيرة الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من السعودية والإمارات. هذا وكانت الإمارات قد دشنت مؤخرا في سقطرى رحلات طيران جديدة بين أبوظبي والأرخبيل عبر شركة رويال جيت في ظل استمرار رحلات طيران العربية الإماراتية منذ سنوات، فيما وصلت لجنة من أبوظبي لإنشاء نظام البصمة لقوة الانتقال. وفي أغسطس الماضي أنشأت الإمارات جناحا خاصا في مطار سقطرى الدولي لاستقبال الوافدين من مختلف الجنسيات عبر الرحلات التي تسيرها إلى الجزيرة. إلى الجوف، حيث نجحت وساطة قبلية برفع مطارح قبائل بكيل شرق المحافظة المطالبة بإنهاء الإقامة الجبرية التي فرضتها السلطات السعودية على محافظ الجوف السابق أمين العكيمي. وبحسب مصادر قبلية فإن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن الصغير بن عزيز كلف لجنة وساطة قبلية مكونة من منصور الحنق ومراد بن معيلي وآخرين بالنزول إلى مطارح قبائل بكيل بمنطقة الريان للنظر في مطلبه. وقد رحبت قبيلة بكيل ومن معها بالوساطة المكلفة شريطة تنفيذ مطلبها المتمثل برفع القيود عن العكيمي. هذا وأكدت اللجنة نجاح تفاهمات مع السلطات السعودية تفضي بالسماح للعكيمي بالعودة إلى أرض الوطن ورفع كامل القيود عنه. هذا وكانت قبائل بكيل وعدد من القبائل في منطقة الريان شرق محافظة الجوف أدانت صمت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وتجاهلهما لمطالب رفع القيود السعودية عن المحافظ السابق أمين العكيمي. منذ أكثر من أسبوع توافدت هذه القبائل إلى هنا شرق محافظة الجوف للمطالبة بعودة اللواء أمين بن علي العكيمي الذي تحتجزه السلطات السعودية منذ أكثر من عام. تقول هذه القبائل في بيانها اليوم بأنك تستنكر الموقف السعودي وتجاهله لمطالب هذه القبائل التي احتجزت منذ أسبوع، وأيضا أدانت القبائل في بيانها اليوم موقف وصمت وتجاهل مجلس القيادة الرئاسي وأيضا مجلس النواب والحكومة ومجلس الشورى تجاه أحد موظفيهم الدبلوماسي أمين بن علي العكيمي عضو مجلس النواب ومحافظ المحافظة السابق
قالت أيضا القبائل في بيانها بأنك ستستمر في احتجاجاتك إذا فشلت الوساطة المحلية والقبلية والرسمية بين اليمن والسعودية في إنهاء هذا الموقف المتأزم نتيجة احتجاز الشيخ اللواء أمين بن علي العكيمي، وبالتزامن مع تفاهمات بين الجانبين السعودي واليمني. هذه التفاهمات تفضي إلى خروج الشيخ أمين بن علي العكيمي، وربما خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة وفقا للمعلومات بأن هناك تفاهمات تجري الآن في الرياض بشأن إطلاق أو بالسماح بعودة اللواء أمين بن علي العكيمي إلى الداخل اليمني. وهنا القبائل تقول بأنك إذا ما نجحت هذه التفاهمات سيتم فض هذا الاجتماع أو هذه الوقفات الاحتجاجية التي تقيمها قبائل اليمن وبكيل عنها هنا شرق محافظة الجوف. علي الجرادي لقناة بلقيس الجوف. ومعنا مراسلنا علي الجرادي، مرحبا بك علي. إذن بعد هذه الوساطات هل تم فض هذا المطرح؟ هل عاد أبناء القبائل إلى منازلهم؟ هل تم تسوية الأمر؟ نعم نعم أمال، هناك انسحاب تدريجي من هذه المطارح. نعم. وفقا للمعلومات صباح اليوم بقت بعض من الخيام داخل المطارح دهم، لكن هؤلاء الأشخاص الذين بقوا هي ربما ستخرج أيضا خلال الساعات القادمة، خصوصا وأن الوساطة تسعى بكل جهدها لإتمام خروج اللواء أمين بن علي العكيمي من الرياض الى 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 هنا في المغرب، ومن المتوقع ان يصل ربما خلال الايام القادمه. كنت في تواصل مع احد المقربين من اللواء العكيمي وقال لي بان هناك تفاهمات كبيره رسميه وايضا قبليه للتوصل الى هذا الحل، وهناك ايضا دوافع حتى من المجلس الرئاسي، كان هناك تدخل من رشاد العليمي تحديدا في هذه القضيه، ويبدو ان امين العكيمي سيخرج او سيلتقي ان صح القول مع المحافظ الجديد العواضي من المتوقع في الرياض، ومن ثم الانتقال الى الجوف لبدء معركه التحرير. هذه المعركه التي ايضا تعد لها قوات الجيش منذ ايام، ويبدو ان الجوف قادمه على مرحله جديده ستكون فيها تطورات عسكريه ملحوظه وفقا لمعلومات عسكريه من قاده عسكريين في الميدان. اذا كما تحدثت علي ان الوساطه كانت عن طريق شخصيات يمنيه ومسؤولين يمنيين، يعني ما هي الضمانات التي قدمت لابناء هذه القبائل لضمان تنفيذ ما تم الوعد به؟ الضمانات فعليا كانت رئاسة هيئة الأركان على رأس هذه الضمانات، خصوصا وأن التحالف العربي أجرى تواصلات مباشرة مع رئاسة هيئة الأركان في البدء لرفع هذه المطارح، ولكن كان رد رئاسة هيئة الأركان واضح للتحالف العربي بأنه لا يستطيع أن يفض هذه المطارح وأن يرفع القبائل من هذه المطارح، ولكن طرح أيضا على الجانب السعودي مسألة الوصول إلى حل الإشكاليات المتعلقة ببقاء العكيمي في الرياض، ووجدت الرياض أمام نفسها أمام هذا الاحتقان الشعبي الكبير المتمثل في القبائل المتواجدة هنا شرق الجوف، وبالتالي ما كان عليها إلا أن تقدم مثل هذه التنازلات وعبر رئاسة هيئة الأركان، وأيضا بتدخل وساطات قبلية يمنية تحديدا من قبائل الحاشد وأيضا قبائل المدحج، وهذه القبائل أيضا تمثل ثقل كبير في سواء في علاقتها مع الجوار مع السعودية وهي حليف تاريخي بالنسبة لهذه القبائل، وبالتالي كانت هذه النتائج يعني مقبولة بالنسبة للمحتجين في هذه المطارح أن يتنازلوا وينسحبوا من هذه المطارح نظرا لهذه الوساطات المحلية والرسمية التي تجرى من شخصيات يمنية وأيضا سعودية. شكرا جزيلا لك مراسلنا علي الجرادي. أكد مصدر عسكري تجدد المعارك العنيفة بين ميليشيا الحوثي وقوات تابعة للانتقال المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي شمالية محافظة لحج. وأفاد المصدر بأن وحدات من قوات اللواء العاشر الصاعقة في جبهة حبيل حنش بمديرية المسيمير تخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة. وبحسب المصدر فإن قوات اللواء العاشر استهدفت مصادر نيران الميليشيا بعد محاولة الحوثيين شن هجمات متفرقة على مواقعها.
من جانبها أعلنت ميليشيا الحوثي مقتل 8 من مسلحيها في معارك مع القوات الحكومية. وذكرت وسائل إعلام تابعة للميليشيا أنه شيع بصنعاء جثمان 5 من مسلحي الجماعة ينتحلون رتب ضباط، فيما شيع 2 آخران في مديريتي المصراخ وخدير بمحافظة تعز وآخر بمديرية الزيدية في الحديدة. وأشارت إلى أن المسلحين قتلوا وهم يؤدون ما أسمته واجبهم في المعركة دون مزيد من التفاصيل. أعادت مجزرة حي المطار القديم التي راح ضحيتها أب وطفلة و3 أطفال بترت أطرافهم التذكير بمشهد مجزرة حي الكمب التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في العام الماضي. وفيما يتواصل أو تواصل ميليشيا الحوثي ارتكاب المزيد من الجرائم بحق سكان مدينة تعز، تكتفي الحكومة ببيانات إدانة ومطالبات بمعاقبة الميليشيا، وهو أمر غير كافي بنظر السكان المطوقين برصاص وقذائف الحوثي. تعز هدف الميليشيا الانقلابية وضحيتها منذ 8 سنوات. لا تزال عناصر الحوثي تستهدف الأحياء بالهجمات الإرهابية ويسقط ضحايا أوساط المدنيين. سامي ذو 4 سنوات لم تفلح كل محاولات الأطباء في إنقاذ حياته، وبعد ساعات من إصابته يلحق بوالده سهيم الذي قضى بقذيفة حوثية سقطت على منزلهم في حي المطار القديم. إذن قتيلان و4 أطفال جرحى، حصيلة مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي غرب المدينة إلى جانب عشرات الانتهاكات التي وثقتها مراكز حقوقية تنوعت بين القنص وإطلاق القذائف على الأحياء السكنية ومحاصرة السكان في أكثر المناطق كثافة وفي خطوط التماس. الميليشيات الحوثية الإرهابية ارتكبت أمس مجزرتين بحق أطفال تعز، وتم بتر أرجلهم، وكذلك عملية القنص مستمرة وعملية القصف مستمرة للأحياء السكنية. وكل الجرائم الإرهابية ترتكبها هذه الميليشيات، ونحن في تعز نموذج لهذه الخسارة سواء كان في اللا حرب أو في اللا سلم، فنحن ندفع ثمنا باهظا من دمائنا. توقيت مذبحة أطفال الأحد الدامي في حي المطار أعادت التذكير بمجزرة حي الكمب التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي العام المنصرم. حينها فقدت أسرة مصطفى عبد الدائم 3 من أبنائها، فيما الرابع بترت إحدى قدمي. ذكرى مؤلمة ومكثفة لواقع الأطفال والسكان المطوقين بمدافع وقناصة الميليشيا. مجزرة حي المطار هي رسالة واضحة من ميليشيا الحوثي أنها مستمرة في جرائمها الوحشية ضد المدنيين، وهي رسالة لمجلس القيادة الرئاسي والمجتمع الدولي أنها ماضية في ممارسة جرائم الحرب ضد المدنيين. خذلان كبير يلمسه سكان مدينة تعز من المسؤولين في الحكومة الشرعية التي اكتفت ببيانات صماء، وهي طريقة مكررة تطلقها عقب كل هجمة، وحتى تصنيفها للميليشيا كجماعة إرهابية لم يغير من المشهد شيئا كما يرى مراقبون، حيث يقف المجلس الرئاسي مفرغا من أدوات التحرك العسكري الجاد وتخليص تعز وباقي المحافظات وسكانها من الهجمات الإرهابية التي صارت عرضة لها خلال سنوات الحرب. مها علي، قناة بلقيس، تعز. إذن وللمزيد معنا من تعز مراسلتنا مها علي. مها، إذن تعز تعاني من حصار ظالم منذ سنوات، لكن إذا ما تحدثنا عن حي المطار القديم، كيف يعيش سكانه الآن خاصة أنهم مطوقون برصاص وقذائف الحوثيين؟ مراسلتنا مها علي، هل أنت معنا؟ مها علي، يبدو أننا فقدنا الاتصال بمراسلتنا مها علي، ونواصل النشرة.
طالبت منظمة حقوقية باتخاذ خطوات أكثر جدية وعاجلة لضمان حماية الصحفيين في اليمن وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوقهم للمحاكمات العادلة والعمل على تطبيق قواعد القانون الدولي. وأوضحت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين أنها وثقت نحو 1400 انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ بداية الصراع بالبلاد. وشدد على ضرورة إفراج ميليشيا الحوثي عن بقية الصحفيين المختطفين لديها لا سيما الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، مشيرة إلى أن الحوثيين تسببوا في مقتل 40 صحفيا ومصورا منذ 2015 وحتى يونيو 2021. وأكدت المنظمة وجوب تحرك المجتمع الدولي وممارسة الضغط الحقيقي على أطراف النزاع لضمان احترام قواعد القانون الدولي ووقف انتهاكات الانتهاكات ضد الصحفيين والعمل على ضمان تقديم المتورطين للعدالة. إذن وبالعودة إلى محافظة تعز، معنا من هناك مراسلتنا مها علي. مها، تحدث تقريرك عن مجزرة حي المطار القديم، إذا ما تحدثنا كيف يعيش سكان هذا الحي خاصة وأنه مطوق الآن برصاصات وقذائف الحوثيين؟ نعم سالم، سكان حي المطار القديم يعيشون في حالة ذعر مستمرة وتوجس وقلق من سقوط أي قذيفة أخرى، خاصة وأن ميليشيا الحوثي لم يردعه أي شيء وبيانات الحكومة غير كافية، ولا توجد حتى هذه اللحظة أي وسيلة رجع لميليشيا الحوثي لمنعها من تكرار هذه المجزرة. سكان حي المطار القديم معظمهم هم نازحون سالم، ويأتون من مناطق مختلفة من محافظة تعز أو من محافظات أخرى، بالتالي هم يعيشون أوضاعا معيشية قاسية فرضتها الحرب والحصار وكذلك التداعيات الاقتصادية التي طالت كل شيء. نحن نتحدث اليوم سالم عن عشرات إن لم تكن مئات الأسر تعيش تحت رحمة قذائف ميليشيا الحوثي ورصاصات قناصيها. المواطنون هناك غير قادرين على الخروج من المساكن على الرغم من التحذيرات الأمنية التي أتت عقب الهجوم الحوثي على المطار بقذيفتين، إلا أن المواطنين هناك يقولون بأنهم غير قادرين على الخروج من المنطقة كونهم لا يمتلكون البديل المناسب أو حتى لا يمتلكون المال الكافي لاستئجار مساكن أخرى، بالتالي هم يسلمون أمرهم أو مسلمين أمرهم للقضاء والقدر. هكذا حدثني أحد المواطنين من هناك وقالوا نحن لا نملك أي شيء، بالتالي نحن ميتون في كل الأحوال سواء كنا داخل حي المطار القديم أو خرجنا، والموت بكرامة كما يقولون هو أهون من ذهاب إلى مساكن أخرى أو النزوح أو العيش في خيام أو في العراء في ظل تقصير كامل من قبل الحكومة الشرعية والسلطة المحلية. هنا نتحدث اليوم سالم عن بيان إدانة من قبل الحكومة الشرعية دون أن تتخذ أي إجراءات راجعة أو صارمة لمنع تكرار الجريمة، وكأن ما يحدث في المطار القديم أو كأن من يعيشون في المطار القديم ليسوا بشر وليسوا مواطنين وإنما حيوانات إذا صح التعبير، بالتالي هم يقولون بأنهم غير قادرين على الخروج والسلطة المحلية لم تقم بأي إجراء لجبر الضرر وتعويض هذه الأسر أو نقلهم إلى مساكن أكثر أمانا أو حتى القيام بأي إجراءات تجعل معيشتهم أكثر أمنا. نحن نتحدث اليوم سالم عن أسر شتت شملها وفقدت مصدر معيلها الرئيس وفقدت الكثير من أفرادها، نتحدث عن أسرتين لديها الآن أطفال مبتوري الأطراف، بالتالي هؤلاء يمثلون كذلك تحدي أمام هذه الأسر، خاصة ونحن نتحدث عن ظروف معيشية قاسية. من سيتكفل بعلاجهم؟ من هي الجهة التي ستقوم بعمل الأطراف لهم؟ وكيف سيكون مستقبلهم في ظل الوضع الحالي الذي نعيشه سالم؟ نعم، في ظل إشارة المدنيين أن الحكومة لم تستطع على حمايتهم، لكن أشرت إلى نقطة مهمة لنقلهم لأماكن آمنة، هل هذا الإجراء ممكن ويمكن أيضا توفير لهم احتياجات ضرورية كالمأكل والمشرب وأيضا التطبيب؟
نعم سالم، سؤال وجيء، وحقيقة ما الذي يمنع السلطة المحلية والحكومة الشرعية من توفير أماكن بديلة لكل المناطق السكنية التي يتعرض فيها المدنيون لقذائف وقناصات ميليشيا الحوثي؟ سالم، نحن لا نتحدث عن حي المطار القديم، هناك عشرات آلاف الأسر تعيش على خطوط التماس متاخمة لمصادر نيران ميليشيا الحوثي، والسبب هو فقرهم وعوزهم وعجزهم عن الخروج من مساكنهم لأنهم لا يريدون أن تهان كرامتهم وهم يتنقلون بين الملاجئ أو يمدون أيديهم، بالتالي هم هذا هو منطقهم الرئيس، نموت بكرامتنا ولا نخرج من مساكننا. الحكومة الشرعية منذ العام 2015 وهي تكتفي بيانات التنديد دون أن توفق ودون أن تتحدث حتى سالم مع اللجان الدولية، نتحدث عن الصليب الأحمر الدولي وهي منظمة دولية معنية بتوفير الأمان لكل المواطنين الذين يعيشون في مناطق خطوط التماس، لا يوجد البديل، بالتالي هم يرون كذلك النازحون في مخيمات النازحين، يرون كيف يعيش النازحون وكيف تقطعت بهم سبل للعيش الكريم، بالتالي هم لا يريدون تكرار المأساة ويقولون بأننا هنا صامدون وتضحي بأرواحنا مقابل أن لا نخرج من مساكننا ونتعرض لخيانة كرامتنا التي فعلا حقيقة سالم الوضع المعيشي والاقتصادي سيء جدا، والمواطنون يعني لا يجدون أي سبيل سوى الموت بكرامة ما يقول. نعم، مها علي مراسلتنا من محافظة تعز، شكرا جزيلا لك. قالت رابطة حقوقية إن مختطفة سابقة في سجون ميليشيا الحوثي لا تزال تعاني من آثار التعذيب، مشددة على ضرورة محاسبة المتورطين. وأوضحت رابطة أمهات المختطفين أن السيدة خالدة محمد الأصبحية البالغة من العمر 57 عاما اختطفتها الميليشيا في مايو 2018 عندما كانت في طريقها لاستلام مبلغ مالي، وبقيت مختطفة لمدة سنتين ونصف تحت التعذيب. وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية تتهم ميليشيا الحوثي بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المختطفين في سجونها وصلت حتى الموت تحت التعذيب. في الشأن الإنساني، قالت الأمم المتحدة أن الأسر النازحة في اليمن تواجه نقصا حادا في الغذاء أكثر من أي وقت مضى. وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الأسباب التي تقف خلف ذلك تتمثل في استمرار النزاع وارتفاع أسعار السلع الغذائية والانخفاض في المساعدات الإنسانية المقدمة. لم تسعهم الأرض التي عاشوا فيها بعد أن عاثت بها الحرب، فقرروا الخروج لأرض أخرى، وحتى هناك يعاني النازحون حاليا من نقص حاد في الغذاء أكثر من أي وقت مضى خلال الأعوام الثلاثة الماضية كما حذرت الأمم المتحدة. لكن بالرغم من كل هذه التحذيرات المتكررة، إلا أنه ومنذ مطلع العام الجاري العديد من المنظمات الأممية والدولية أعلنت تقليص مساعداتها في اليمن جراء نقص التمويل، رغم ارتفاع أعداد النازحين إلى 4,200,000 شخص. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أوضحت أن أسباب النقص الحاد في الغذاء والدواء يعود إلى استمرار النزاع وارتفاع أسعار السلع الغذائية والانخفاض في المساعدات الإنسانية المقدمة، وأكدت أن مواجهة هذا العجز يكمن في التمويل المستدام للمساعدات الإنسانية، فيما كانت الأمم المتحدة حذرت أيضاً نهاية أكتوبر الماضي من تداعيات النقص الحاد في تمويل عمليات الاستجابة، مؤكدة أن ذلك سيجبرها على زيادة التخفيضات في مساعداتها المنقذة لحياة ملايين اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم بما فيها اليمن. دائماً ما تصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أسوأ كارثة إنسانية مستمرة في العالم، وسط اتهامات لها بغياب شفافية وهدر أموال كثيرة في النفقات التشغيلية، فيما تغيب الحكومة عن اتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة النازحين. تدهور الأوضاع أصبح خبراً اعتيادياً تكرره دائماً المنظمات الدولية عند تحذيرها من المستوى الكارثي الذي وصل إليه مستوى الفقر في اليمن، لكن ما يصعب وصفه هو الكفاح اليومي من أجل البقاء في بلد يفتك به الحرب ويعيش فيه اليمني غريبا في أرضه.
قتل مواطن أربعيني على يد نجله الملتحق بصفوف ميليشيا الحوثي في مديرية بني صريم بمحافظة عمران. وذكرت مصادر إعلامية أن المواطن مفلح الوادع قتل على يد ولده فارس بعد خلاف نشب بينهما عقب عودة الأخير من جبهات القتال الحوثية. وأشارت إلى أن الجاني أطلق الرصاص على رأس والده قبل أن يلوذ بالفرار إلى مكان مجهول. وسبق أن شهدت محافظة عمران الخاضعة لسيطرة الحوثيين جرائم مماثلة في قتل الأقارب ارتكبها أفراد جندتهم الجماعة للقتال في صفوفها. في إب أيضا حيث أقدم مجهولون على نبش قبر أحد الموتى وإخفاء جثمانه بمديرية فرع العدين بالمحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. مصادر محلية قالت إن مجهولين أقدموا على نبش قبر في منطقة ضنع يعود للمواطن بجاش محمد المجعشي الذي توفي في مايو الماضي. وأشارت إلى أن الأهالي فوجئوا بنبش القبر ومصادرة الجثمان، لافتة لأن الحادثة تمت عقب تسريب أبناء عن المتوفى أجرى عملية انزلاق غضروفي وأصلاح فقرات بالعمود الفقري من مادة الذهب. وطالب المواطنون وأقارب المتوفى الجهات المختصة بالتحقيق في القضية ومحاسبة الجناة وإعادة الجثمان إلى المقبرة. نظمت في محافظة مأرب ندوة تربوية إعلامية ومعلوماتية التي تعد أولى فعاليات المختصة في اليمن بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتربية الإعلامية. وأوضحت مسؤولة التنسيق والتدريب في المنظمة أن هذه الفعالية تهدف إلى إكساب المتلقي القدرة على فهم ومعرفة التعامل مع الوسائل الإعلامية والقدرة على تحليل وانتقاء المعلومات الصحيحة. وأكدت السلطة المحلية في كلمتها على ضرورة دعم مشروع إضافة مادة التربية الإعلامية للمراحل التعليمية، داعية الحكومة لإدراج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية ضمن خططها الاستراتيجية لتطوير مهارات التلقي للرسائل التي تبث عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة. هذه الفعالية الأولى في اليمن التي تطرقت وناقشت مضامين وأجندات الحديث عن التربية المعلوماتية أمام هذا التدفق الهائل من المعلومات والضخ الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يستطيع الفرد والمجتمع بشكل عام تحليل ونقد آليات التعامل مع كل ما يصله عبر هذه الوسائل. في كثير من الدول باتت التربية الإعلامية تمثل قضية أمن قومي، هناك مخاطر كبيرة خصوصا في أوضاع الأزمات والحروب من خلال ما تطرحه وسائل الإعلام، خصوصا الإعلام المعادي للشعوب والأوطان. المحتوى الإعلامي الضار يجب أن يتم تنقيته وترشيحه وتوعية. أقيمت في مدينة تعز فعالية مناظرة شبابية من أجل دعم وساطة المرأة المجتمعية. الفعالية تأتي في إطار حملة ادعموا وساطة المرأة والتي تنفذها مؤسسة منصتي 30 وشباب 7. قال القائمون على الحملة أن هدفها رفع الوعي المجتمعي بدور المرأة في الوساطات المجتمعية وأهمية تعزيز هذا الدور، مؤكدين أن الفعالية تعكس ثقافة تقبل الآراء والأفكار المختلفة. نشاط مناظرة شبابية من أجل دعم الوساطة المرأة المجتمعية. هذا النشاط يأتي في إطار حملة تنفذها منصة 30 بالشراكة مع مؤسسة شباب 7، هي حملة تدعم وساطة المرأة. الحملة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بدور المرأة في الوساطات المجتمعية وأهمية تعزيز هذا الدور بما فيه إشراك النساء في بناء السلام المجتمعي محليا. الفعالية اليوم كما تشاهدون هي أحد مناظرات تبع فعاليات أو مشاريع منصتك، وهو أحد الأنشطة التي تنفذه منصة 30. المشروع هذا هو بالشراكة، أو نحن شريك منفذ للآر إن دبليو ميديا الإذاعة الهولندية عبر الداعم الخارجية الهولندية. المناظرات هي أهميتها أنه نعكس تقبل الرأي والرأي الآخر. المناظرات اللي بنفذها هو فريق معارضة وفريق موالاة، نحاول أنه نستعرض أنه بالحوار بالتبادل الآراء بتبادل الأفكار نوصل يعني الاختلاف والاختلاف بالرأي الآخر ونوصل لتحقيق الهدف المرجو من هذه المناظرة. نهاية النشرة وهذا التذكير بالعناوين.
الحكومة تطالب جامعة الدول العربية بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية. المالية وجهاز الرقابة يطالبان محافظة عدن بالكشف عن مصير 30 مليار ريال. مركز اقتصادي يدعو الرئاسي والحكومة للإيفاء بوعود وقف انهيار العملة. مطالبات بتوفير الحماية للصحفيين وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوقهم للمحاكمة. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت بالقزوتيبيا وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على رأس الساعة في أمان الله. يا مرحبا.